بحث وزير البترول طارق الملا مع نظيره بجمهورية تيمور الشرقية إمكانية التعاون المشترك بين البلدين والاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير صناعة البترول والغاز في جمهورية تيمور الشرقية وخلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر إيجابس 2024 أكد وزير البترول بتيمور الشرقية أن بلاده منفتحة على التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية لما حققته من تطوير كبير في صناعه البترول والغاز في المقابل اعرب الملا عن اعتزازه بالثقه الكبيره في صناعه البترول والغاز المصريه وخبراتها وكوادرها مؤكدا وجود فرص للتعاون في كافه المجالات شهد وزير البترول طارق الملا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ضمن فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقه إيجيبس 2024 ووقعت هيئه البترول وهاليبرتون انرجي سيرفيسز مصر العالميه مذكره تفاهم في مجال خدمة حفر الابار واخرى لانشاء منظومه رقميه لمتابعه وتحليل عمليات الحفر وصيانه الابار بالهيئه العامه للبترول كما شهدت الهيئة توقيع مذكرات تفاهم لزيادة الإنتاج وخفض واستغلال الهيدروجين هذا وتتواصل فعاليات معرض ايجيبس 2024 تحت شعار تحفيز الطاقه، تأمين الإمدادات والتحول الطاقي وخفض الانبعاثات بمشاركه 120 دوله. وللمزيد من التفاصيل حول أهم ما جاء في اليوم الثاني من معرض ايجيبس 2024 يطلعنا عليه الزميل محمد الخطيب مراسل تلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام نرحب بكم مجددا من داخل مركز مصر للمعارض الدوليه حيث اليوم الثاني للمعرض الدولي للطاقه ايجيبس 2024 في نسخته السابعه. اليوم المعرض بدأ بمؤتمر صحفي غايه في الأهميه لوزير البترول والثروه المعدنيه الدكتور طارق الملا تحدث خلالها على الدور الكبير الذي تقوم به الدوله المصريه في إنعاش الاقتصاد من خلال طبعا إبرام العديد من الشراكات مع الدول الأجنبيه، أيضا المؤتمر اليوم شهد توقيع عدد كبير من التفقيات بين الشركات المصرية والشركات الأجنبية التي تعمل في مجال الطاقة ومجال البترول والغاز الطبيعي وغيرها من مشتقات البترول أيضا التوجه إلى القارة الأفريقية كان من أهم محاور المؤتمر الصحفي وأكد وزير البترول على أن مصر تضع كافة إمكانياتها وخبراتها ومقوماتها في خدمة القارة الأفريقية وأن هناك توجه لاستثمار العديد من يعني الإمكانيات في القارة الأفريقية وتعاون كبير بين مصر وجميع دول القارة أيضا تحدث وتطرق إلى محور الشباب وأكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالشباب وتعمل على تدريبهم بشكل كامل ليكونوا مؤهلين لسوق العمل ايضا على المحور الاخر بالفعل تواصلت فعاليات المعرض بشكل كبير من داخل يعني الشركات والعارضين المتواجدين داخل المعرض وتحدثنا اليهم واكدوا ان الدوله المصريه يبقى بالفعل يعني تقدم العديد من التسهيلات لجذب رؤوس الاموال المختلفه سواء الفرنسيه او الالمانيه او كافه الشركات المتواجده من خلال تقديم حزمه اقتصاديه كبيره لتسهيل يعني تواجدهم داخل الاراضي المصريه يمكن هذا هو المشهد في اليوم الثاني لفعاليات معرض ايجيبس 2024 للطاقه واعود اليكم مره اخرى حققت الصادرات السلعية المصرية معدل نمو ملموس خلال شهر يناير من عام 2024 حيث بلغت ثلاثة مليارات و12 مليون دولار مقابل مليارين و887 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023 جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقته وزارة التجارة من الهيئة العامة لرقابة على الصادرات والواردات حول حركة التجارة الخارجية مصر خلال شهر يناير من عام 2024، وشهدت الواردات السلعية المصرية تراجعا بنسبة 40%، حيث بلغت 4 مليارات و476 مليون دولار مقابل 7 مليارات و520 مليون دولار خلال نفس الشهر من عام 2023. وساهمت تلك المؤشرات الإيجابية في انخفاض عجز الميزان التجاري بنسبة 68% خلال شهر يناير الماضي حيث بلغ مليار و464 مليون دولار مقابل 4 مليارات و634 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي أصدرت وزارة المالية قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك يتضمن تيسيرات جمركية جديدة للتوكيلات الملاحية على نحو يسهم في تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع، ويتسق مع جهود الدولة الهادفة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور، وتتضمن القرار السماح بقبول طلبات التوكيلات الملاحية بتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن الواردة برسم الوارد النهائي إلى الموانئ الجافة والمستودعات والعكس، كما هو معمول بالمناطق الحرة أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بشرط تقديم موافقة الجهة المعدل إليها ومنها. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بسبب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وانتعاش الطلب الصيني وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5 من بالمئة لتصل إلى 83 دولارا و 48 سنتا للبرميل كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 4 من بالمئة ليصل إلى 78 دولارا و 36 سنتا للبرميل كذلك تراجعت راجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة سبعة من 100% لتصل إلى دولارين وستة وسبعين سنتا لللتر. كذلك هبطت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.2 من عشرة لتسجل دولارين وعشرة سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. خفضت الصين السعر المرجعي للقروض العقاريه بأكثر من المتوقع، مع تكثيف السلطات جهودها لتحفيز الطلب على الائتمان وإنعاش سوق العقارات. كانت زياده صافي أرباح الفائده للبنوك التجاريه بعد التخفيضات الأخيره في أسعار الفائده على الودائع وخفض الاحتياط الإلزامي للمصارف هذا الشهر، قد مهدت الطريق أمام المقرضين لخفض تكاليف الإقراض لدعم الاقتصاد.